Hello my dear students، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل بكل طلاب برايمري 5. وصلت معاكم ليونت 1 ليسن 3. النهارده بقى حل الاسئله كلها اللي على ليسن 3. يلا بينا نبدا. بسم الله. Please open your books on page 44. هقرب الصوره. تعالوا نشوف اول سؤال معانا، وهو بيقول لي اقرا وكمل التكست النص اللي قدامك ده وانت بتستخدم الكلمات دي. والكلمات هي some وapples. some معناها بعض او شوية، وapples تفاح، ووانتس تريد، وباينج يشتري، واني معناها اي. تعالوا بقى نقرأ درسنا او النص بتاعنا. وبيقول ندى and her mom، ندى ومامتها are buying، بيشتروا. ها بيشتروا ايه؟ تعالوا كده نشوف في الكلمات دي هينفع يشتروا ايه. اكيد الحاجة اللي هيقدروا يشتروها الابلز. تمام، هنختار الابلز and mangoes ومانجا. طيب at the market، من السوق. ندى would like، ندى تريد، would like معناها تريد. تريد نقط كارتس، كارتس جزر. طيب يبقى حط قبلها ايه؟ some carrots، بعض الجزر. مام ماما، نقط some grapes، ماما. ثواني، احنا اخترنا apples واخترنا some. ماما بقى ايه؟ wants، تريد. wants some grapes، بعض العنب، and pineapples، والأناناس. mom asks، ماما بتسأل. how about، ماذا عن، يعني بتسأل ندى وبتقول لها ايه رأيك في شراء. how about بيجي بعدها فعل فيه ing، يبقى هحط بعدها على طول buying. how about buying some fish، ايه رأيك في شراء بعض السمك. ايضا ندى واضح انها بتحب السمك قوي، فندى is very excited، متحمسة جدا. and says، وبتقول that's great، هذا رائع او عظيم. تعالوا بقى نحل السؤال التاني، وهو نقرا ونختار الاجابة الصح. اول حاجة number one، would you like، هل انت تريد نقط orange. طيب ثواني كده، واحنا بنحل السؤال ده، السؤال ده سؤال عرض، يعني مش الغرض منه السؤال. تمام، انا بعرض على حد حاجة وبقول له هل تريد حاجة. طيب هنا بقى بقول له هل تريد، لازم اشوف الاسم اللي بعد النقط، يعني مش انا اشوف على طول would like اقول انا هختار على طول some. لا، الاسم اللي بعد النقط ايه؟ orange. طيب هو orange دي اسم ايه؟ اسم مفرد. طيب الاسم المفرد ما ينفعش احطه قبله some، عشان ده اسم بيتعد، اسم بيتعد، ما ينفعش احط قبله صم. تمام، طيب الاسم المفرد بحط قبله ايه؟ تعالوا كده نفتكر، الاسم المفرد بحط قبله يا ايه يا ان، اللي هم ادوات النكرة بيجوا قبل الاسم المفرد. طيب يعني انا هنا هختار ايه؟ يا ايه يا ان. طب هي اورنج اولها حرف ايه؟ الاو، فهتيجي قبلها ان، لان الاو دي من الحروف المتحركة. طيب تمام، تعالوا كده نشوف هنا number two، نقط there any books، نقط there any books on the desk، هل يوجد اي من الكتب على الديسك. طب ثواني كده، احنا قلنا ان هل يوجد معناها is there و are there، يعني معنى كده ان الاتنين هل يوجد. طب هن انا هختار ايه؟ is there ولا are there؟ طيب انا هشوف بقى الاسم اللي بعد there مفرد ولا جمع. لو مفرد هكتب is there، طب لو جمع هكتب are there، لان is there هل يوجد للمفرد، لكن are there هل يوجد بس للجمع. تعالوا نشوف بقى الاسم مفرد ولا جمع اللي مكتوب هنا. اللي هنا مكتوب
اسم جمع، في اس الجمع اهو، يبقى على طول هختار ار، هختار ار، ار زير هل يوجد للجمع. تمام، تعالوا نشوف رقم 3. نقط I have some grapes. I have some grapes. أنا أحصل على بعض العنب. ده مكتوب علامة استفهام، يبقى ده طلب بطريقة مؤدبة، بقول هل أقدر أحصل على بعض العنب؟ فهقول إيه؟ هل أستطيع؟ هل أقدر؟ يعني هقول كان، هقول كان. هل أستطيع؟ كان معناها يستطيع، ومبدأ بيها السؤال بيبقى معناها هل أستطيع؟ طيب تعالوا نشوف كده رقم 4. There aren't. There aren't. لا يوجد نقط potatoes. ثواني، potatoes اسم جمع، بس استنوا في not. ايه ده؟ في not؟ يبقى مين على طول؟ لا مش هينفع احط سم. في not هحط اني على طول. في not هحط اني على طول، يعني هقول there aren't any potatoes. رقم 5. نقط there any rice please. المفروض هنا احط يا اما is there يا اما are there. هعرف منين بقى؟ هشوف الاسم اللي بعد زير. رايس دي اسم مفرد، رايس اسم مفرد. طيب طالما اسم مفرد يبقى لازم هتاخد از. اسم رايس دي اسم ما بيتعدش، الاسم اللي ما بيتعدش بيجي معاه از، از بعمله معاملة المفرد. تمام، بعد كده رقم 3. رقم 3 بيقول لي أعد ترتيب، أعد ترتيب الكلمات وأرتبها ترتيب صح. طيب إحنا قلنا علشان نرتب الترتيب ده لازم إيه؟ لازم أشوف أنا هعمل جملة ولا هعمل سؤال. تعالوا نشوف تكوين الجملة وتكوين السؤال لازم أكون عارفه. طيب هنا أول حاجة هعرف منين؟ هنا آخرها فول ستوب. يبقى طالب مني أكون جملة. طيب احط في دماغي بقى كده ايه الرول، القاعده بتاعه تكوين الجمله. القاعده بتاعه تكوين الجمله فاعل وبعد كده فعل، فاعل وبعد كده فعل. طيب ابدا اشوف هنا، هنا would ولايك واي وابلز وسم وبليز. اي انا بدا بفاعل اهو، ابدا ادور على الفعل. بس استنوا، مش في هي would like على بعضها كده معناها اريد؟ يبقى انا هكتب ايه بقى؟ هكتب I وبعدين would وبعدين like. I would like، انا اريد. طيب عندي apples وعندي some، لا اريد تفاح بعض ولا بعض التفاح؟ بعض التفاح، يعني هقول كده I would like some apples please، انا اريد بعض التفاح من فضلك. طيب رقم 2 ايه ده؟ ده question mark. تمام، بس اوله how about. how about بيجي بعدها فعل فيه اي وان وجي. انا دلوقتي بسيب القلم وبرتب الحل في مخي الاول، بقول how about وبعدها buying. how about وبعدها buying. ماذا عن شراء، او ايه رأيكم في شراء؟ هقول some الاول بعدين lemons، بعض الليمون، وتو ايضا. يلا نحل رقم 3. ده سؤال، ده سؤال. طب ترتيب السؤال، أداة الاستفهام وبعدها would، would الفعل المساعد. تكوين بقى السؤال، انا هنا هكون سؤال، ادي أداة الاستفهام الاول وبعدها الفعل المساعد وبعدين يو الفاعل وبعدين like. what would you like، ماذا تريد انت؟ what would you like. تعالوا نروح لبيج 45 كده في كتاب المعاصر ونشوف رقم 4. بيقول لي كمل الجمله بالكلمه الصح. number 1 would you like نقط apples. تعالوا كده نشوف، هو ده سؤال بس الغرض منه مش سؤال. عرفت منين ان الغرض منه مش سؤال؟ علشان بدأ ب would you like، ما بدأش بأي سؤال ولا علامة ولا أداة استفهام.
would you like دي كده كلمة بستخدمها لما أعرض على حد حاجة، أعرض عليه إن أقدم له أكل، أقدم له أي مشروب. would you like بحط معاها some. دي الحالة الوحيدة اللي بحط some في سؤال لما بعرض على حد أني أقدم له حاجة. طيب number two، not there any juice. ثواني، هو are there و is there معناها هل يوجد. طيب أنا عندي الاسم اللي بعد there، juice. juice ده اسم مفرد ولا جمع؟ لا ده اسم مفرد، يبقى هيتحط له are there ولا is there. طالما اسم مفرد يبقى ياخد، او جوس هنا يعني ان هو ما بيتعدش، فعلى طول بشوفه مفرد. جوس اسم ما بيتعدش، على طول بعمله معاملة الاسم المفرد، فهكتب معاها is there. is there تمام. بعد كده رقم 3، there is not any water. طيب there is يوجد، تمام، water اسم ما بيتعدش. طيب ازاي محطوط اني وفي جملة هنا ما فيهاش نط؟ اني ملهاش مكان في جملة ما فيهاش نط، يبقى هختار كلمة صم. يبقى هكتب هنا صم مش اني، هكتب هنا صم. طيب بعد كده رقم 4، are there نقط اوليفز. طيب هل يوجد نقط اوليفز؟ هل يوجد ده سؤال، و are there وهنا اوليفز اسم جمع، تمام يبقى صح. لكن ايه المشكلة؟ المشكلة ان صم جت في سؤال. لا، طالما في سؤال، طالما في علامة استفهام، يبقى لازم احط اني. طالما في سؤال لازم احط اني. بعد كده رقم 5، I want انا اريد ايه؟ orange please، برتقالة من فضلك. orange اسم مفرد، تمام، طالما اسم مفرد انا هحط قبله ادوات النكرة، بس ايه هنا غلط. ليه؟ لان ادوات النكرة اتنين، ايه او ان. ان بتيجي قبل الاسم اللي بيبدأ بحرف متحرك، والاورنج هنا بتبدأ بحرف متحرك هو الاي، علشان كده لازم اكتب قبلها ان. بعد كده رقم 5، هنقرأ التكست اللي قدامنا دي ونحل عليها اسئلتها. وخلي بالكوا دايما بفكركوا ان حل الباسج، حل القطعة، بلاقيه في القطعة نفسها، ما تجيبوش من مخك ابدا. تعالوا نقرأ كده، I am ليلى، انا ليلى. I am in grand 5، انا في سنة 5 ابتدائي، في الصف الخامس الابتدائي. I always، انا دايما، get up at 6، بصحى الساعة 6. I have my breakfast، انا بتناول فطوري with my family، مع عيلتي. I have yogurt، انا بتناول زبادي، and fruit salad، وسلطة فواكه. my sister، اختي، likes، بتحب، to have fried eggs، انها تتناول بيض مقلي، and bread، وخبز. my parents، والدي، بابايا ومامتي، like، بيحبوا، to have، انهم يتناولوا فول مدمس. in the afternoon، في وقت الظهر. my mom، مامتي، and I، وانا، go to the market، بنذهب للسوق. we buy chicken، احنا بنشتري فراخ، و burger، و vegetables، خضروات، and hummus for lunch، وكمان طحينة الحمص للغدا. my sister، اختي، and I، وانا، always، دايما، help our mom، بنساعد مامتنا، in the kitchen، في المطبخ. تعالوا بقى نبدأ نحل الأسئلة. number one، ليلى's sister has، أختي ليلى بتتناول إيه؟ for breakfast، للفطور. تعالوا نشوف في القطعة كده، أختي ليلى هي قالت my sister to have fried eggs، يبقى هكتب إيه؟ fried eggs. يبقى كل اللي أنا بعمله بشوف في القطعة مكتوب إيه وبكتبه. number two، ليلى's إيه؟ have full مدمس for breakfast. ليلى's إيه؟ بتتناول my parents بيحبوا يتناولوا الفول المدمس، يبقى parents والديها. رقم 3، ليلى is in grad إيه؟ ليلى في سنة كام؟ في grad 5. طيب يلا نحل الأسئلة
ولازم علشان تحل الأسئلة دي تبقى عارف معنى أدوات الاستفهام. Number four, where, أين. Where does ليلى go in the afternoon؟ أين ليلى بتذهب في وقت الظهر؟ تعالوا نشوف بتروح فين في وقت الظهر. بصوا كده، قالت in the afternoon my mom and I go to the market. يبقى هقول فين؟ هقول to the market، إلى السوق. Where أداة استفهام معناها أين، بسأل بيها عن المكان. يعني هنا بيقول لي أين هي بتروح، هو سأل بوير، خلي بالك وير معناها أين، فين. وير معناها أين، فين، للسؤال عن المكان. تمام. بعد كده السؤال التاني وات. وات دي أداة استفهام معناها ما أو ماذا، بسأل بيها عن السؤال. بيقول لي what do ليلى and her mom buy at the market؟ ليلى ومامتها بيشتروا ايه من السوق؟ تعالوا نشوف بيشتروا ايه. بيشتروا chicken وبرجر وvegetables and hummus. يبقى هقول ليلى and her mom، واقدر اقول بدل ما اقول ليلى and her mom اقول زي، باختصار كده، لان زي معناها هما، يعني اقول هما بيشتروا. يعني بدل ما اقول ليلى and her mom اقدر اكتب they، they هما. تمام. بعد كده سؤال البونكتويشن، علامات الترقيم. في السؤال دوت هنا بيقول لي اول حرف، قبل ما اكتب اي حاجه لازم اول حرف على طول اكتبه كابيتال. لازم اول حرف هكتبه كابيتال. هنا حرف السي على طول لازم اكتبه سي كابيتال، لان احنا قلنا اول حرف في بداية الكلام جملة بقى او سؤال لازم يكون كابيتال، فانا هكتبه حرف السي كابيتال اهو. طيب بعد كده كان اي، ايه ده حرف الاي ما ينفعش يكون كده خالص. حرف الاي في اي مكان في الجملة، بصوا كده، الضمير انا اللي هو الاي في اي مكان في الجملة لازم يكون capital letter، يعني I هتبقى capital. Some grapes please، وقبل please بحط كومة، والكومة دي بتكون على السطر، الكومة بتكون فاصلة سفلة بتتكتب على السطر زي الواو كده وعلى السطر، خلاص. وهنا هحط علامة استفهام لانه بدأ بسؤال، بدأ بفعل، فلازم في النهاية احط علامة استفهام كده. تمام كده خلصنا حل كل الأسئلة على درسنا ده. يارب تكونوا استفدتوا. متنسوش اللايك والشير للفيديو علشان القناة تكبر بيكم، وكمان تاخدوا ثواب نشر العلم. باي باي.